السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة 4، تلوث الهواء، لا بوليسيون دو لير، ضمن الوحدة السادسة، الماء والهواء، لو إلير. إذا من طبيعة الحال غادي نبدأ معكم بهذه الوضعية اللي كاينة في ألاحظ، وكذلك في صورة الانطلاق. ولكن الهدف من هذا الدرس غادي يكون هما تعرف العوامل الطبيعية والبشرية المساهمة في تلوث الهواء، يعني كيفاش كيأثر البشر يعني الإنسان على تلوث الهواء، يعني على البيئة وكيجعلها ملوثة، وكذلك ما هي أبرز العوامل الطبيعية يعني اللي هي من صنع الله سبحانه وتعالى اللي كتأثر على أو اللي كتلوث الهواء. إذا نشوفوا، ولاحظ، رافق عثمان عمه إلى معمله التقليدي لصناعة الأواني الخزفية. إذا هاد عثمان رافق العم ديالو اللي كيخدم في المعمل ديال الصناعة التقليدية، صافي؟ فصدم عندما لاحظ دخانا كثيفا يتصاعد من المعمل، ومن بعد تصدم من شاف واحد الدخان كثيف كما كاين هنايا في هذه الصورة، هذه واحد الدخان كثيف طالع من داك المعمل. واحس باختناق وصعوبة في التنفس، وبقى كيتخنق جراء داك الاستنشاق ديال داك الدخان، صافي؟ فناقش عمه عن اسباب هذا التلوث وعواقبه على صحة العمال والسكان. اذا بقى كيتناقش مع عمه على السبب ديال هاد الدخان وهذا التلوث، وشنو هما الصعوبات ولا الاخطار اللي ممكن يسببوا هاد الدخان على الصحه ديال العمال اللي كيخدموا تما في داك المعمل، وكذلك السكان المجاوره داك المعمل. اذا نفس الشيء اللي كاين في الصوره، فرن تقليدي للخزف. اذا في نظركم ما هو سؤال تقصي اللي غادي يجينا مناسب مع هاد الوضعيه وكذلك صوره الانطلاق؟ اذا كما عودتكم انني كنكتب في واحد الورقه مستقله سؤال تقصي والفرضيات. اذا سؤال تقصي غنكتبه هنايا، دائما في الوحدة السادسة ضمن الحصة الرابعة، تلوث الهواء، لا بوليسيون دو لير. سؤال التقصي غادي يكون هو ما هي العوامل الطبيعية والبشرية المساهمة في تلوث الهواء؟ إذا ما هي العوامل الطبيعية؟ إذا نسولو على العوامل الطبيعية والبشرية التي أو المساهمة في تلوث الهواء، المساهمة في تلوث الهواء. إذا هذا هو سؤال تقصي. شنو هما الفرضيات؟ الفرضية الأولى، أفترض أن ماذا؟ أن هناك عوامل بشرية متعددة تساهم في ماذا؟ في تلويث الهواء، كعوادم السيارات، يعني الدخان المتصاعد من عوادم السيارات، ودخان المصانع مثلا. المصانع، إذا هذوما عوامل بشرية يعني من صنع البشر. ثم افتراض الثاني، أفترض أنه هناك عوامل طبيعية تسبب تلوث الهواء، إذن كتسبب في تلوث الهواء، بحالاش مثلا؟ كنقطتان نديرو حرائق الغابات، إذن حرائق الغابات ماشي دائما كتكون من صنع البشر، إذن كذلك هي من صنع يعني بسبب الحرارة، يعني عامل طبيعي، صافي. البراكين، هيدا، نعم، براكين. والانفجارات، إذا هذه كلها عوامل طبيعية تسبب في تلويث الهواء، صافي. إذا هذو هما الافتراضات، غنتحققوا من صحة هذه الفرضيات بدراسة أنشطة أتحقق. تابعوا معايا في أتحقق. إذا أتحقق، جو فيغيفي. السؤال الأول أو النشاط الأول، ألاحظ في الصور أسفله أهم العوامل الطبيعية المساهمة في تلوث الهواء. إذا عندي أربعة ديال الصور هنايا. الصورة الأولى كتظهر لنا هنا الانفجارات البركانية. الصورة الثانية، التربية المكثفة للمواشي. ثالثا، حساسية لحبوب اللقاح. رابعا، حرائق الغابات. أفسر كيف تلوث هذه العوامل الهواء. يعني كيفاش كتلوث الانفجارات البركانية الهواء، كيفاش كتلوث التربية المكثفة للمواشي الهواء، كيفاش كتلوث الحساسية لحبوب اللقاح الهواء، وكيفاش كتلوث حرائق الغابات الهواء. نبدأ بالانفجارات البركانية. إذا بطبيعة الحال هناك انبعاث
غازات سامة سامة تلوث الهواء. فانبعاث غازات سامة تلوث الهواء، هذه نتيجة ديال الانفجارات البركانية. دوزو الآن للتربية المكثفة للمواشي، هنايا طرح الميثان غاز الميثان والأمونياك والأمونياك الملوثة للهواء للهواء. إذن هذه المواشي تطرح الميثان والأمونياك لكي يلوثوا الهواء. ثالثا حساسية لحبوب اللقاح تتسبب، إذن هذه حبوب اللقاح تتسبب أو تسبب الحساسية للإنسان بشكل موسمي، صافي. إذن تسبب الحساسية للإنسان، إذا الإنسان بدرجة أساسية بشكل، إذا هذه الحساسية كتكون بشكل موسمي، يعني بالمواسم، مثلا فصل الربيع مثلا ملي كيكون هناك تزاوج أو طرح ديال حبوب اللقاح. رابعا حرائق الغابات، إذا هنا كذلك انبعاث غازات أو دخان ملوث، غازات ملوثة للهواء، مثل بحالاش مثلا، مثلا ثنائي أكسيد الكربون، ثنائي أكسيد الكربون CO2. إذن هاد الغازات اللي كيطرحوا من الغابات، من حريق الغابات أو من حرائق الغابات، كتسبب تلوث الهواء. دوزو النشاط الثاني، انتبهوا معي. ثانيا ألاحظ في الصور أسفله أهم العوامل البشرية المساهمة في تلوث الهواء. إذن هادو هما العوامل البشرية، وسائل النقل، المعامل، أنشطة فلاحية، والسجائر أو السيجار. أفسر كيف تلوث الهواء أو تلوث هذه العوامل الهواء. إذن هذه العوامل هادو كيفاش كتلوث الهواء؟ نبداو بوسائل النقل. وسائل النقل من طبيعة الحال كيطرحوا واحد الدخان. إذن الدخان المنبعث من عوادم السيارات هو السبب. إذن الدخان المنبعث من عوادم السيارات، صافي، من عوادم السيارات. إذن هذا هو المسبب لتلوث الهواء. بالنسبة للمعامل كذلك انبعاث دخان أسود يلوث الهواء. انبعاث دخان أسود يلوث الهواء. أنشطة فلاحية، إذا الأنشطة الفلاحية كيف تلوث الهواء؟ هي بالاستعمال المفرط للمبيدات الكيماوية والأسمدة، صافي. الاستعمال المفرط للمبيدات والأسمدة، صافي، مزيان. السيجارة أو السجائر تطرح غازات سامة منبعثة منها، صافي، الغازات تنبعث من السجائر عند احتراقها. ندوز الآن إلى السخلص. سنكتب الملخص، سنكتب معكم الملخص هنايا. إذا غنديرو بحال واحد الاستنتاج لداكشي اللي تعرفنا. إذا العوامل المساهمة في ماذا؟ في تلوث الهواء صنفان. الهواء كيتلوث بجوج ديال العوامل، جوج ديال الأصناف، غنكتبو على شكل خطاطة. عوامل طبيعية وعوامل بشرية. عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية كالانفجارات، انفجارات والمواشي أو الانفجارات البركانية والمواشي. العوامل البشرية كوسائل النقل والمعامل، وسائل النقل والمعامل. إذا هذه عوامل طبيعية وهذه عوامل بشرية. إذا العوامل المساهمة في تلوث الهواء صنفان. الصنف الأول عوامل طبيعية كالانفجارات البركانية والمواشي. الصنف الثاني عوامل بشرية كوسائل النقل والمعامل. ندوزو الآن أطبق باش نطبقو داكشي اللي تعلمناه في هذا الدرس هذايا. إذا أطبق، هنا عندي في أطبق ثلاثة ديال الأنشطة. نبداو بالنشاط الأول اللي هو أون فرونسي. جو سولين لي فاكتور ناتشوغيل دو لا بوليسيون دو لاير أون نواغ إي لي فاكتور هومان أون روج. صافي، غنسطرو على
العوامل الطبيعية اللي كتساهم في تلوث الهواء بالأسود، ونسطروا على العوامل البشرية التي تؤثر على تلوث أو التي تلوث الهواء بالأحمر. صافي، إذا نبدأ شوفاج أو بوا، يعني التدفئة بالخشب، واش هي عامل بشري ولا عامل طبيعي؟ عامل بشري، إذا نسطر عليه باش بالأحمر. مزيان. اكتيفيتي دوميستيك، اكتيفيتي دوميستيك هما الأعمال المنزلية، صافي، أو الأشغال المنزلية، طبيعة الحال حتى هي بشرية. طومبيت دو سابل، طومبيت دو سابل هما داك أولا زوبعات ديال الرمال، الزوبعات ديال الرمال أو العواصف ديال الرمال. عواصف الرمال هي عوامل يعني من صنع الله سبحانه وتعالى، يعني عوامل طبيعية. لي زانسوندي ليي الوم، يعني حرائق مرتبطة بالإنسان، هذه طبيعة الحال هي عامل بشري، لأن يعني كاينة حرائق ماشي مرتبطة بالإنسان اللي ناتجة عن الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. لي ماغيكاج، ماغيكاج هما ديك المستنقعات، مستنقعات بطبيعة الحال هي عوامل اللي هي ناتشوغيل، يعني طبيعية. نعم، ندوزو الآن النشاط رقم 2، أحيط الأمراض التي قد يسببها تلوث الهواء. غندور على الأمراض اللي ممكن تسببها تلوث الهواء. السعال، نعم. الزكام، نعم. الربو، نعم. إذا الربو هي اللي ممكن نسميوها كنسبب الدرجة ديالنا الضيقة، صافي. السرطان، لا. السكري، لا. الحساسية، نعم، شفناها الفوق، الحساسية. إذا السعال، الزكام، والربو، وثم الحساسية هي من أهم الأمراض اللي ممكن يسببها تلوث الهواء. النشاط الأخير وهو الثالث، أحيط السلوكات التي تساعد على الحد من تلوث الهواء. إذا السلوكات اللي كتحدنا من تلوث الهواء، مثلا هنا ركوب السيارة، لا، ركوب السيارة يساهم في تلويث الهواء. المشي، نعم. تهوية الغرف، نعم، إذا نهويو الغرف باش كيدخل لنا هواء نقي، يعني ويساهم في الحد من تلوث الهواء. إغلاق النوافذ، لا. عدم التدخين، نعم. إذا المشي وتهوية الغرف، عدم التدخين، هي سلوكات تساعد على الحد من تلوث الهواء. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الحصة الرابعة، تلوث الهواء، لا بوليسيون دو لير، ضمن الوحدة السادسة، الماء والهواء، من كتاب منهل النشاط العلمي، المستوى الخامس ابتدائي. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.